طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، حكومة العبادي تطرد نازحين من مخيمات الأنبار وصلاح الدين. وفي المحور الثاني نناقش استمرار الصراع داخل التحالف الوطني الحاكم. ولمناقشة المحور الأول ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، والأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من العاصمة النمساوية فيينا، فمرحبا بكما معنا. فاصل ونعود إليكم. أكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الحكومة في بغداد طردت العديد من النازحين من مخيمات في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وقالت السفارة في بيان لها إن هناك قلقا شديدا بسبب التقارير التي تحدثت عن وجود حالات إرغام للنازحين على مغادرة مخيمات ومراكز النزوح في محافظة الأنبار وفي مناطق أخرى بما فيها أجزاء من محافظة صلاح الدين. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم للنقاش. كأن زهايمر الموقف من القضايا المتلاحقة في العراق أصاب واشنطن، أو ربما تحاول الظهور بثوب الحريص الحزين على حال عشرات الآلاف من العراقيين. الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي وحولت الموصل أثراً بعد عين، بدت في موقفها السياسي الأخير كما لو أنها تتقمص دور من يتعاطف مع ضحيته، تحديداً فيما يتعلق بمعاناة النازحين الذين تمنعهم حكومة العبادي من العودة إلى منازلهم لأسباب وذرائع واهية لا أساس لها من الصحة. السفارة الأمريكية في بغداد كشفت أن حكومة العبادي تجبر النازحين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين على ترك مخيماتهم، وأتبعت تصريحها بدعوة الحكومة الحالية إلى ضمان عودة آمنة وطوعية للنازحين. الولايات المتحدة على المستوى السياسي قالت إنها تتابع بقلق شديد التقارير التي تتحدث عن إرغام نازحين على مغادرة مخيماتهم ومراكز نزوحهم في محافظة الأنبار وأجزاء من محافظة صلاح الدين. وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عودة النازحين إلى مناطقهم وسط تقصير حكومي في الجانب الأمني يمثل تهديداً لسلامة المواطنين، وقد يعيد كرة تهجيرهم مرة أخرى في وقت أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في الأنبار محمد رشيد عن إعادة ما يزيد عن 1000 أسرة نازحة إلى مناطقها المستعادة في الأنبار وباقي المحافظات. لكن السؤال المطروح هنا، ماذا عن الخدمات في المناطق التي يتحدث رشيد عن إعادة مئات الأسر إليها؟ وهل أزيلت مظاهر الدمار منها؟ وماذا عن واقعها الأمني في ظل حالة الهيمنة التي تمارسها الميليشيات في محافظات عراقية كثيرة؟ وتساؤلات أخرى تجعل المتابع يشك بجهوزية هذه المناطق في الأنبار وغيرها من المحافظات؟ أم أن حكومة العبادي تسعى إلى تسجيل انتصار كاذب جديد على حساب تكريس معاناة الناس في مناطقهم التي أخرجوا منها وهم يحفظون صورتها جيداً، أما من عاد منهم إليها فوجدها على غير حالتها، كومة من دمار؟ واسألوا العبادي صانع الانتصار. نعم، أبدأ معك يا أستاذ ضياء الشمري من فيينا، كيف تقرأ بيان السفارة الأمريكية في بغداد الذي أعرب عن قلق واشنطن من وجود حالات إرغام للنازحين على مغادرة مخيمات النزوح من قبل الحكومة في بغداد؟ السلام عليكم بالبداية، وتحية إلى أخي وصديقي بهجة في الاستوديو عندكم. أهلا وسهلا بهجة، حياك الله يا سيدي. حياك الله، حياك الله. حقيقة الأمر بما يخص المهجرين الموجودين في المناطق في وقت هذا الشتاء القارص هي لا يرثى لها، حالتهم لا يرثى لها. حقيقة هذه الحالة والحكومة العراقية دائما في هذه العمليات حتى مضايقة على اللاجئين أو النازحين الموجودين
نزحتهم أول مرة من ديارهم وعدم العودة إلى الديار، وفي الوقت الحاضر تهجرهم حتى في المناطق المخيمات الكئيبة التي يعيشون فيها. هذه العملية هي عملية استفزازية تستفز المواطن الموجود في هذه المخيمات لترك هذه المنطقة ولا يعلم إلى أين يذهب. الحقيقة الأمر هي عملية مبرمجة وعملية طائفية مبرمجة لتهجير كل العراقيين الشرفاء من مناطقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم ودورهم. هذه العملية تتم برعاية من الحكومة العراقية، الميليشيات والحشد الشعبي بما يسمى بالحشد الشعبي تقوم بهذه العملية. حقيقة يا أخي الميليشيات والحشد الشعبي هم أقوى من الحكومة العراقية وأقوى من الجيش والشرطة. ولكن اليوم لماذا تقوم الحكومة بإرغام هؤلاء؟ يعني السفارة الأمريكية سألتك في بيان لها بأنها تقوم بإرغام نازحي الأنبار وبعض أجزاء من محافظة صلاح الدين، إرغامهم على العودة إلى مناطقهم. العودة إلى أين يعودون؟ إلى دور خراب؟ إلى أين يعودون ذول اللاجئين؟ إلى أين يعود؟ لا توجد هناك ماء ولا كهرباء ولا أي شيء، ممكن مقيمات الحياة غير موجودة في هذه المناطق، دور خراب. أعتقد أنتم قاعد تشوفون وتلاحظون لا يمكن أنه تعيش في هذه المناطق، بعدين المناطق غير آمنة من القنابل ومتخلفات من الأسلحة الموجودة في هذه المناطق. يعني هذه المناطق الموجودة هي مناطق غير صالحة للسكن، كيف تجمرهم؟ بعدين أهل في بعض المناطق تمنع من الدخول إلى مناطقهم، وفي بعض المناطق تجبرهم على العودة. نعم، سوف نأتي على هذه الازدواجية من قبل الحكومة. نعم أستاذ ضياء، أعود إليك. أستاذ بهجت، برأيك لماذا تقوم حكومة حيدر العبادي على إجبار نازحي الأنبار وبعض مناطق صلاح الدين على العودة إلى منازلهم على الرغم من عدم إعادة إعمار هذه المناطق؟ ما الهدف وراء هذا الإرغام؟ شوف يا سيدي، أولا خلي أحيي صديقي العزيز الأخ ضياء الشمري أبو أمين، حياك الله يا طيب. وأخي عمر، الحكومة العراقية ليس لها دور في عملية إعادة النازحين، القرار إيراني من ملاليها، والمنفذين لعملية العودة وغير العودة طبعا الحشد وبعض القوات وقادة الحشد، القوات الأمنية اللي مرتبطة بالحشد وبالحكومة. هؤلاء أخي العزيز بالنسبة لهم هذه العملية هي عملية ابتزاز، يعني الظهر واضح بالاتفاق. عملية العودة وعملية العودة الثانية وهكذا بهذه الطريقة، هذه عملية من أجل ابتزاز الناس، وهذه هي يمكن الفرصة الوحيدة لهذه المجموعة الفاسدة الصغيرة. هذا ما يقدر يبوق عقد اللي موجود بقادة الحشد اللي يديرون هذه المناطق في ديالو وفي تكريت وفي الأنبار وفي الموصل. هؤلاء ما عندهم إمكانية الوصول إلى مصادر السرقة الكبيرة، عقود وصفقات، فهؤلاء يستغلون هؤلاء الناس أتاوات وعلى التجار وعلى المواطن العادي، وبهذه الطريقة تعتبر هذه مصدر للتملك وللنهب ولسرقة هؤلاء الناس يا سيدي، وهذا مصدر عيشهم الآن. أما ما يتوم أخي العزيز، أعلمك بقضية أخي عمر، ذهبوا ناس يا سيدي من أهالي جرف الصخر إلى العبادي ودعوه أنه لنعود إلى مناطقنا المحررة صار 3 سنوات. نعم، قال لهم القرار هناك ليس بيدي، بيد الولي الفقيه. هذا نموذج يا سيدي. ما يتم حقيقة في الإعلام على أساس أنه هناك مشاريع للعودة وأن هناك نوع من القرارات اللي موجودة في بعض مجالس المحافظات أنه يجب عودة النازحين، كل هذا يا سيدي كلام لا توجد إمكانية الآن. أولا لعدم وجود بنى تحتية، مع أن الناس موافقين يرجعون إلى الخرائب، لكنه يا سيدي لا توجد بنى تحتية. حجم الفساد في هذه المحافظات بالأحزاب الموجودة لا يصدق. أكثر من هذا يا سيدي، هذه المجموعات متفقة فيما بينها أن تستمر هذه العملية لأنها مصدر عيش للحشد وقادة الحشد وقادة الجيش. نعم، يعني كما أشار أستاذ بهجت أستاذ ضياء، يعني بالمقابل الحكومة غير قادرة على إعادة نازحي مناطق أخرى
كمنطقة جرف الصخر ومناطق في محافظة ديالى. يعني على سبيل المثال لو أخذنا تصريحات بعض السياسيين والبرلمانيين، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان رعد الدهلكي قال بأن جهات أقوى من الدولة تمنع عودة النازحين من العودة إلى ناحية جرف الصخر شمالي بابل. كيف يمكن لنا أن نفسر هذا التناقض والازدواجية لدى حكومة حيدر العبادي تجاه النازحين؟ نعم، إذن هذه العملية مبرمجة. ما دام أعلى مسؤول في الهجرة والمهجرين يصرح بهذا التصريح ويقول هنالك ضغوط أعلى من الحكومة وأعلى من عودة اللاجئين، إذن هذا برنامج مخطط. أنا ذكرت قبل قليل، قلت هذه المناطق لإخلاءها مع الأسف لازم نتكلم بهذه الصراحة، لإخلاءها من العنصر السني مثل ما موجود في جرف الصخر وفي المناطق السامرة. لحد الآن الناس المهجرين يمنعوهم من الدخول إلى سامرة. هذا المنع هي عملية طائفية بحتة، لأنه احنا نعرف كعراقيين منطقة سامراء من المدن المقدسة في العراق دينيا. لهذا السبب إخلاءها من العنصر السني هو معناته إجبار الناس على بيع ممتلكاتهم، لأن أنا ما أقدر أروح لهذا المكان، فأضطر أن هذا عملية ابتزاز للمواطن الموجود في هذه المناطق. لحد الآن المناطق الموجودة المهجرين فيها بعدم عودتهم إن هنالك عملية، وهذه العملية أشار إلها أخي وصديقي أهجت، إنه من دولة الفقيه. نعم، هناك دولة العمائم الموجودة في إيران هي تبرمج وتخطط ماذا يحدث في العراق. الذي يحدث في العراق هنالك برنامج طائفي بحت للقيام بهذا المشروع، وهذا المشروع بإشراف أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول لحد الآن هي ما عملت الولايات المتحدة في هذه المناطق، ونحن نعلم بما عملت في الفلوجة والرمادي قبلا سابقا ولاحقا. هذه العملية ما عملت في الموصل دمرت على بكرة أبيها. نحن لا يمكن أن ننسى ما عملت القوات التحالف في الموصل وقصفة المدن والقرى والأرياف وحتى كل شيء قصفته. هذه ما عملت بحجة تحريرها من الدولة الإسلامية. بعدين من يطلعون احنا ما شفنا واحد إسلامي قتل في هذه المنطقة وحادي. يا أخي هذه العملية إذن عملية مخططة مبرمجة لإخلاء العراق من عناصر مهمة، العناصر الوطنية الشريفة اللي يمكن إنقاذ العراق. بالوقت الحاضر هذه العملية مبرمجة. نعم. من حكومة إيران. نعم. أنا لحد الآن فقرة أريد أضيفها صغيرة، أنه الميليشيات والجيش الشعبي وكل الميليشيات الطائفية الموجودة أخي هي أقوى من الحكومة بالسلاح. هي عندها السلاح وعندها الأسلحة الثقيلة، حتى الأسلحة الثقيلة تملكها هم حسب ما يقولون. نعم. هذا العامر يدعي هو أقوى من الجيش وأقوى من الشرطة. نعم. إذن هذه الادعاء هم يحكمون الناس عشوائيا بالإعدام بدون الرجوع إلى الحكومة. والعبادي عليه أن يوافق. العبادي هو شخص قاعد ينفذ ما تريد المرجعية الدينية وما يريدوا الإيرانيين بالحقيقة. نعم. الميليشيات هي أقوى من الحكومة. نعم. وأقوى صادية. من كل. نعم. شيء ما موجود في العراق. أقدر أقول لك فضل. واضح. أستاذ ماجد، في أحدث تقرير لمنظمة Human Rights Watch أكد بأن إجبار القوات الحكومية لعائلات نازحة على العودة إلى مناطقها على الرغم من أنها غير مؤمنة بالكامل من مخلفات الحرب والذريعة هو اكتظاظ المخيمات بالنازحين. برأيك هل تسعى حكومة العبادي أن تقول للمجتمع الدولي بأنها استعارت المناطق من يد تنظيم الدولة واليوم تقوم بإعالة النازحين، يعني عملية تحسين أو تبييض لهذه الحكومة؟ يا سيدي دكتور عمر، لا تستبعد الصفقات في مثل هكذا حالات، على الأبواب انتخابات، على الأبواب توجد إمكانية للتموضع في تكتلات جديدة، فضغوطات من هنا أو من هناك على العباد يرجع جماعتنا طرباش نعطيك أصواتنا، نقف معك في عملية الانتخابات في المرحلة القادمة.
لا تنسى أنه هناك أيضا أكثر من هذا يعني انتصارات على أساس ما يحققه العبادي اليوم على أيدي الأمريكان، وعلى أساس انتصار على داعش اللي جابوه حزب الدعوة في قبل 3 سنوات في زمن المالكي. نعم. هم من أتى به ودخلوه إلى الموصل وصارت هاي العمليات، إلى حد اليوم ما قدر يحاسبنا إياهم، لكن على المجمل أنه هناك انتصارات على القضية الكردية الآن عنده وعلى مسعود البرزاني، فيريد يوصل رسالة أنه هذا المجمل الانتصارات سنلحقها بإعادة النازحين، حتى توصل الرسالة إلى بعض الكتل وبعض الشرائح داخل المجتمع العراقي أنه هذا هو الرجل الصنديد اللي سيقود العراق، وسعت عند مشروع همنا من هاي الدعايات الكرتونية أنه سيعيد محاسبة الفاسدين، وإحنا نعرفه أول الفاسدين. نعم. وأن كل هذه المجموعة سبب دمار العراق من أول يوم دخلوا مع الاحتلال إلى اليوم، هم سبب كل هذا الدمار. فيريد يوصل رسالة للمجتمع الدولي، ولا تنسى أكو مؤتمر للمانحين أخي دكتور عمر في الكويت. نعم. وهذه صفقة ممكن تجي منها 15 مليار دولار، أكو فاسدين وحرامية يريدون أيضا ينتفعون من عملية، فليجب أن توصل بعض الرسائل إلى الدول المانحة أنه يا جماعة ترى إحنا بخير ودا نشوفكم ودا نطلع لكم، وهناك بعض العوائل دا نعيدها إحنا، وهناك ضغوطات من أجل أن يكون هناك يعني تهيئة الظروف. نعم. لانتخابات في هذه المناطق. لكن كل هذا يا سيدي أنا أقول لك في باب الدجل لهذه المجموعات البائسة، لن تعيد العراق ولن تعيد الأموال، ولا يمكن هؤلاء أن يعيدوا شيء من أموال المسروقة على أيدي هذه الكتل. نعم. السياسية. أستاذ ضياء، مع قرب الانتخابات هناك كتل سياسية تدعي تمثيلها للسنة هددت بمقاطعة الانتخابات إذا لم يعود النازحون إلى مناطقهم، هل برأيك أن هذا الضغط وهذا الإجبار على النازحين لإقناع الكتل بالمشاركة بالانتخابات؟ والله يا أخي أنا كل من أتى مع الاحتلال اتفق مع الأخ أنه كل اللي أتى مع الاحتلال هم جلبوا الدمار والتدمير للعراق مهما كان مكوناتهم، إن كانوا سنة وإن كانوا أفراد وإن كانوا شيعة، حقيقة ذولا إجوا لتدمير العراق، هنالك مخطط وحضروا هذه المؤتمرات، وكانت المؤتمرات صريحة في تقسيم العراق في تدمير العراق، وهم موافقين يعني كانوا أنا هم جزء من العملية تدمير العراق، لم الأمريكان من دخلوا كانوا متفقين مع هؤلاء مهما كانت صفتهم الشرعية اللي هم يعتبرون نفسهم شرعيين، هم لا شرعيين في هذا البلد، هم اجوا لتقسيم العراق، اجوا لتدمير العراق، داعش دخلت داعش والدولة الإسلامية إلى العراق بموافقة بمباركة من الإيران والأمريكان، احنا من نقرأ وراء ما وراء هذه، لم يدخلون داعش قبل هذه لم يكون عندنا دولة إسلامية ولا كانوا موجودين في العراق، شو رأسا طلعوا مرة واحدة طلعت الدولة الإسلامية ودخلوا من جميع الجهات. أخي الموجودين اللي موجودين هم الدولة الإسلامية، إجوا من أوروبا وإجوا من جميع العالم دخلوا إلى العراق، كيف دخلوا دولة؟ هل دخلوا هيك يعني دخلوا هاي عبروا كل هذه الحدود بدون جوازات بدون وثائق رسمية أو مساعدات أخرى من دول أخرى كبرى ممكن نساعدهم في الدخول لهذه المناطق؟ أكو معلومات أخرى أخي غير واضحة وغير معلومة كيف دخلوا دولة، وبالوقت الحاضر انه هذه العملية الانتخابية اللي قاعد تصير انا اسميها مهزلة انتخابية وليست عملية انتخابية. انتخب من؟ كلهم حرامية، انتخب هذا الحرامي ولا هذا الحرامي؟ كلهم قتلوا الشعب العراقي، من انتخب؟ اذا كان العبادي واحد من عندهم من دول القتلة لربما يكون اقل او اكثر من عندهم اجراما، بس هم كلهم مشاركين بعملية قتل ونهب اموال العراق. إذا الانتخابات بالوقت الحاضر اللي تكون هي انتخابات على 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 مصالح الشعب العراقي، على مصالح المواطن العراقي، على تدمير الشعب العراقي، على نهب ثروات العراق، ليس إلا ماكو هسه عضو برلمان إذا ما هم يعترفون نفسهم يطلعون بالتلفزيون ويتباهون ويتبجحون أنه أنا أخذت رشوة 5 مليون و10 مليون، يعني يتباهى أنه أخذ رشوة. يعني النازحون أستاذ ضياء يعني النازح صار ورقة بيد السياسي، يعني جهة تطالب بإعادتهم وإلا نقاطع الانتخابات، والطرف الآخر طرف العبادي
والتحالف الوطني يصر على إقامة الانتخابات حتى بوجود النازح في المخيمات، أصبح ورقة. نعم هي ورقة قاعد يستغلوها، هذه الورقة قاعد خلي يرجعون جماعة جرف الصخر، خلي يرجعون جماعة الفلوجة. أخي حتى المهجرين لازم يعود تحت القائمة، أكو كثير قوائم موجودة ممنوع الدخول إلى، ممنوع الدخول إلى، يرجع إلى المنطقة مالته ساكن بها. أكو هذه القوائم، مو كل النازحين راح يعودون. نعم إحنا لازم نفهم أكو نازحين حظر عليهم بعدم الإعادة إلى مناطقهم. كل النازحين اللي عندهم تأثير، اللي عندهم شعبية بالمجتمع الموجودين فيه، هم ممنوع العودة إلى. هذا خير دليل موجودين في جرف الصخر. نعم. وخير دليل الموجودين في الرمادي والفلوجة. نعم أستاذ ضياء. نعم. وتكريت وبقية المناطق الأخرى. نعم أستاذ بهجت، 3000 عائلة في قضاء سامراء تمنعهم سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر من العودة إلى مناطقهم في سامراء، ماذا تمثل سامراء بالنسبة لميليشيات الحشد الشعبي برأيك؟ شوف يا سيدي، بالنهاية التيار الصدري وسرايا السلام جزء من التيار، مشاركين بالعملية السياسية، أيضا لهم مصالحهم ولهم صفقاتهم في هذه العملية. وأنت تعرف اليوم الكل يعني برأس الفقراء، وهذا شيء مؤلم، ما كنا نتوقع أنه هذا من التيار الصدري. يعني على الأقل موقف أخلاقي تجاه أبنائنا وأهلنا في سامراء، لكن شيء مؤلم. هذا يا سيدي كلها تحركها إيران، التيار الصدري بكل شعاراته، وأنه دا يخرج إلى التظاهرات ودا يدعو ودا يحاول بطريقة أو بأخرى على أساس أفضل من ربع اللي موجودين الآن بالعملية السياسية، لكن بالنهاية المواطن العراقي اليوم شبع من وعود هذه الميليشيات بكل أصنافها. الكل مشارك يا سيدي في إذلال الناس، وأنت تعرف اليوم ما يتحرك مسكين عراقي يريد النزوح والعودة بعد النزوح إذا ما يتم ابتزازه. وعلى هذا المنوال يا سيدي مستمرة، وسرايا السلام أيضا بالنهاية قرارها الظاهر خارج سيطرة الصدر، هناك مصالح خاصة لقادة السرايا، وهم الذين بالنهاية يتعاونون مع باقي قطاعات الحشد ويتعاونون من أجل إذلال أبناء سامراء بأي وسيلة كانت يا سيدي، وليس سامراء وحدها. نعم أستاذ ضياء شمري، الحكومة تجبر نازحي الأنبار، نازحي الأنبار على العودة إلى منازلهم، بينما حولت المحافظة إذا صح التعبير إلى سجن كبير من خلال سيطرة الصقور التي تحتجز آلاف العائلات لساعات طويلة وربما لأيام دون مبررات مقبولة بحسب تقرير لمنظمة Human Rights Watch. يعني أيعقل أن الحكومة عاجزة عن حل قضية سيطرة الصقور؟ الميليشيات والحشد الشعبي، الميليشيات الطائفية والحشد الشعبي الطائفي، هذه هو مسيطرة، هي أقوى من الحكومة. هم يدعون يقولون إحنا أقوى من الحكومة، هم هذا كلام وليس كلام الآخرين، هم يقولون إحنا أكثر. وهذه العملية الاستفزازية بحجز النازحين بالعودة إلهم لأيام طويلة لاستفزازهم، أخلص لك المعاملة، تعطي يعني عملية استفزاز المواطنين وتجريدهم حتى مما يمتلك على جلده، لأن هو البيت مالته مهدم، المكان مالته لا يمكن، والناس اللي تعود، أكو بعض الناس اللي يعودون إلى مناطقهم، تمنعهم الحكومة من العودة إلى مناطقهم باسم الميليشيات. الميليشيات هي جزء من العملية السياسية. الميليشيات الموجودة حاليا بالعراق هي تمثل الأحزاب، من ضمنها تابعة للتيار الصدري، ومن ضمنها تابعة. الميليشيات ليست منزلة من أي مكان آخر، وإنما جزء من 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 الأحزاب السياسية المتسلطنة في وقت الحاضر على أرقاب العراقيين. نعم. الميليشيات الموجودة موجهة توجيها مباشر من إيران. نعم. الميليشيات هي التي تحكم العراق. يعني نحن إذا نبقى نقول الميليشيات بالفعل هي أقوى على الأرض وكذا، ولكنها تتبع إلى مكتب رئيس الوزراء، وهذا يعني أننا نبرئ ساحة الحكومة. هل هذا يعقل أن الحكومة عاجزة عن حل موضوع السيطرة؟ الحكومة مشاركة فعليا بقتل وتدمير العراق. شو الحكومة؟ الحكومة كيف نبرئ الحكومة والعبادي هو جزء؟ العبادي اللي يسوونه بس بطل على بتحرير الموصل واسترجاع الكركوك، وهذه عملية لا يمكن أن نقبلها أطلاقا. هو جزء من هذه العملية، اللي سلمها هو واحد من حزب الدعوة،
واللي هذه العمليه اللي سواها ايضا حزب الدعوه. اذا العمليه هي عمليه فقط لتحسين اوجه يعني وجهه، نحسن وجهه حتى يدخل للانتخابات العبادي. العبادي بده يفوز بالانتخابات. نعم. وهذه عمليه انتخابيه. العبادي غير بريء من نعم يريد ان يفوز بالانتخابات، يعني يقلل هذا الضغط على 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 الشارع العراقي في الانبار وغير الانبار من السيطرات وهذا الاذلال، وقتل قبل مده شخص سائق تاكسي تم قتله في هذه السيطره، وكما نعم. اشرنا قبل قليل يعني بحسب منظمه هيومن رايتس ووتش تحتجز العائلات لمده ساعات وربما ايام في هذه السيطره. اذا نعم. يريد هذا الشخص ان يروج نفسه على انه بديل، على الاقل يخفف من 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 هذا الضغط على على الناس، يخفف بالصيغه الشكليه وليست بالصيغه الفعليه. حقيقه اذا يخفف بالصيغه الشكليه، هل نتوقع ان الانتخابات الموجوده في العراق السابقه واللاحقه واللي راح تجي هي انتخابات نزيهه؟ لا، الانتخابات تجي من ايران القوائم، وهذا يفوز وهذا يسقط وهذا ينجح وهذا يفسد. هذه الانتخابات، الانتخابات هي مهزله. نعم. احنا لا توجد عندنا انتخابات ديمقراطيه حقيقيه. نعم. الانتخابات الموجوده هي موجهه من ايران، واحنا نعرف من راح يفوز مسبقا. نعم. اكو في هم قاعد يقولون احنا زورنا بالانتخابات، هم يدعون البرلمانيين يقولون احنا زورنا بالانتخابات، كيف احنا نقول اذا هم يقولون واحنا نقول الانتخابات موجوده؟ اذا الانتخابات عمليه مهزله. نعم. مهزله وضحك، وضحك على الشعب العراقي. نعم. هذا لا يمكن ان نتقبل الانتخابات وراح تحل لنا مشكله الانتخابات. الانتخابات لا تحل مشكله اطلاقا. نعم. استاذ ضياء الشمري امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان من فيينا، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ بهجة الكردي البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1283 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. في إطار الصراع السياسي، أكد ائتلاف دولة القانون أن زعيمه نوري المالكي هو رئيس التحالف الوطني حاليا. وقالت النائبة عن الائتلاف نهلة الهبابي إن الحكيم انتهت ولايته لرئاسة التحالف الوطني، وبات فاقدا لشرعية تصدير بيانات أو مواقف سياسية وغيرها باسم التحالف الوطني، مؤكدة أن كل ما يصدر من الحكيم ليس ملزما للتحالف الوطني. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. لم تكن المعركة ضد تنظيم الدولة المعركة الوحيدة لساسة العراق الجديد، فنهاية تلك المعركة هي إذان باندلاع معارك أخرى مع خلو الساحة للحلفاء المتصارعين. ولعل تشظي التحالف الوطني كان نقطة البداية فقط. التحالف الذي كان يبدو لكثيرين متماسكاً تشظى إلى كتل وتيارات عمقت الصراع المتجذر أصلاً بين أركانه، فانطلقت المعارك معلقة. فخروج عمار الحكيم من التحالف أحدث فراغاً في الزعامة، وهو ما هيأ لتقديم نوري المالكي كزعيم بديل، وهذا ما ترجم لاحقاً بإعلان ائتلاف دولة القانون أن المالكي هو رئيس التحالف حالياً.
نهلة الهبابي النائبة عن دولة القانون قالت إنه بحسب الاتفاق السياسي فإن المالكي هو الرئيس الفعلي للتحالف، مشيرة إلى أن ولاية الحكيم لرئاسة التحالف انتهت وبات فاقداً لشرعية إصدار البيانات أو مواقف سياسية وغيرها، مؤكدة أن كل ما يصدر من الحكيم ليس ملزماً للتحالف. لغة التصعيد عند الهبابي تطورت إلى تحذير بلهجة التهديد عندما اعتبرت أن عدم الالتزام بالاتفاق السياسي يعني أنه لا يوجد شيء اسمه تحالف وطني، خصوصاً مع ازدياد الشرخ في العلاقة مع التيار الصدري. من جانب آخر، لم يقتصر الصراع السياسي داخل أروقة مكاتب الأحزاب وبين الأذرع العسكرية الحزبية، فقد امتد متجاوزاً حدود بغداد إلى المحافظات الجنوبية، متخذاً هذه المرة من تراكم الأزمات الخدمية والخلل في أداء المسؤوليات غطاءً لتسقيط سياسي وصراع جديد بين الإدارات المحلية للمحافظات، وهذه سابقة لم يشهدها العراق سابقاً. فمحافظة ذي قار بمحافظها يحيى الناصري المنتمي إلى ائتلاف المالكي ومحافظة ميسان التي يعد محافظها علي دواي من قيادات التيار الصدري دخلتا على خط الأزمة عندما اقتحم متظاهرون منزل محافظ ذي قار وحطموا سياراته الخاصة في محافظة ميسان. وقد يبدو الأمر أن المناكفات بين الإخوة الأعداء في التحالف الطائفي الحاكم لن تقتصر على هاتين المحافظتين، فجميع محافظات الجنوب باتت ساحة مهيئة لهذا الصراع. نعم، لمناقشة المحور الثاني ينضم إلينا الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. أرحب بك أستاذ شاهين وأجدد الترحيب بالأستاذ بهجة الكردي الناشط السياسي المستقل. أستاذ شاهين محمد، يعني كيف تقرأ استمرار الصراع داخل التحالف الوطني الحاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم الأستاذ بهجت والمشاهدين الكرام. الحقيقة المشهد السياسي العراقي هو ليس بعيدا عن الاحتلال وبرنامجه الذي جاء وفق ما يسمى بالدستور والمحاصصة، و ما يجري الآن وليس أكثر من لعبة سياسية بامتياز. ليس هناك خلاف جوهري ما بينهم على الإطلاق، وهذا سيناريو عدة في طهران باعتبار أن الحراك السياسي الذي يحدث في العراق ذات طابع ديمقراطي، وبالتالي فإن العملية مقبولة لدى الناس بما أن هناك صراع ما بين القوى ذات التوجه المذهبي الواحد، بمعنى هناك مصلحة للمواطن العراقي على أساس هذا الصراع، وبالحقيقة هو لا يوجد في هذا الصراع، وهي عملية مخادعة للناس وتضليل أكثر مما هو صراع لتبيان وضع جديد لمقاعد أو المشهد السياسي القادم بعد الانتخابات. يعني بمعنى هناك تغيير في خارطة المقاعد في البرلمان لهذه الكتلة التي هي الحاكمة. هذه الإشكالية الموجودة الآن التي تعيشها الأحزاب والتي انعكست على المحافظات الأخرى، والبرنامج العام للدولة هو برنامج محاصصة وإيران تقوده بشكل مباشر وفعال ولا يخرج عن إدارتها، والمالكي هو وجه آخر للوجوه التي تحاول أن تعيد نفسها، ولكن هناك فيتو أمريكي على هذا الوجود. نعم. لذلك يحاولون أن يخلقون هذا الصراع داخل الائتلاف وإبعاد بأمر إيراني. نعم أستاذ بهجت، برأيك كيف سينعكس الصراع داخل التحالف الوطني الحاكم على التحالفات الانتخابية القادمة، خاصة وأن نوري المالكي هو رئيس للتحالف الوطني الحاكم حاليا؟ شوف يا سيدي، أنا لا عندي يعني ما عندي أي مستمسك على أنه التحالف يترأسه نوري المالكي منذ 4 أشهر من طلع عمار الحكيم. هي تؤكد نهل الهبابي على هذا الأمر. إذا هي تؤكد والائتلاف، فأيضا ممكن أن يكون من باب الرعب والخوف. تدري ما أنت العبادي على أساس هز التحالف أنه سيفتح ملفات الفساد، فيما إذا على أساس أنه عيننا المالكي مع أنه ليس رئيسا للتحالف. نعم. أكو خلاف
العبادي والصدر لا يقبلون نعم. بوجود المالكي رئيسا للتحالف هذا نقل منذ زمن طويل دولة القانون. نعم. ما يقبلون الآن أكثر إصرارا. شلون بهالفترة هذه وهم على أساس راح يفتحون ملفات الفساد؟ مدة تسمع أنت اليوم الأحداث نعم. أنه راح نفتح ملفات الفساد. فالظاهر دولة القانون تريد تعود بي بالقوة على أنه رئيس التحالف، وأنه ممكن تعطي نوع من الضمانات والحمايات على أساس تدري هؤلاء بالنهاية أحزاب شيعية نعم. عليك بالحسين وعليك بالعباس وفك عنا يا أخا وكذا، ممكن من هالباب يعني لا نعم. أكثر ولا أقل، لكن ليس رئيسا للتحالف. وأتصور أنه نوع مهزوز حزب الدعوة نعم. كله مهزوز. التيار اللي يقوده المالكي اللي هو دولة القانون ده يحاول بأي طريقة يتشبث نعم. بهذا الموقع على أساس أنه بالنهاية إيران تحمي نعم. إيران وجدته الملالي والولي الفقيه من أوجد هذا التحالف، تذكر للأسباب المعروفة من أجل البقاء بالسلطة. والآن يريدون بأي طريقة يتشبثون. وأنا أقول لك يا سيدي الصدر والعبادي يرفضون هذه الفكرة. وبالمناسبة ما سمعت أنا في أي اجتماع أنه المالكي كان يدير اجتماع على أساس أنه رئيسا للتحالف نعم. فلهذا أتصور هذا المدخل الجديد من باب الحفاظ على المالكي أو حمايته على أساس ممكن أن تفتح ملفات فساد. أنا أقول لعضوة البرلمان وللشعب العراقي لو كل الفاسدين، أنا يعني خليني أفرض هكذا فرضية نعم. لنفرض هم 1000 واحد من المالكي إلى أصغر واحد فاسد بهذا البرلمان أو الحكومة أو المجالس المحلية، لن تعيدوا أموال العراق. أنتم مسؤولين عن حرق العراق وتدميره وما يعانيه شعب العراق اليوم. نعم. نعم. أستاذ شاهين محمد، يوم أمس أعلن مكتب العبادي حربه القادمة ضد الفساد كما سماها، يعني ألا يهدد ذلك التحالف الوطني خاصة مع وصول 21 محقق دولي للتحقيق بملفات الفساد؟ الإعلان عن محاربة الفساد هو واجهة انتخابية للسيد للعبادي. الحقيقة لا يمكن الوثوق بهكذا تصريحات، لأنه العبادي هو أضعف من أن يقاوم الفساد. الحكومة تسيطر عليها الأحزاب الإيرانية بشكل مباشر، وهي صاحبة القول الفعلي في عملية الفساد. أما وصول 21 محقق دولي للعراق لكشف الفساد، هذا أمر يعني حقيقة هو استنزاف لاقتصاد العراق، لأنه وقائع الفساد معروفة ومثبتة عالميا، والأمم المتحدة تعرف، الأمريكان يعرفون تماما أين ذهبت الأموال، وهناك نظام مالي معروف في العالم بنكي ويسمونه نظام سويفت، وهذا النظام هو يكشف أين ذهبت الأموال وأين وهذا النظام هو نظام موجود في نيويورك نعم. يسيطر على حركة الأموال كاملة ويعرف أين ذهبت ومن أخذها وكيف ما هي العقود. فأيضا هي عملية صرف أنظار الناس عن ما يجري في العراق حقيقة من فساد روع العراقيين، أهدر كل القيم الاجتماعية في العراق، أهدر مستقبل الفرد العراقي. فلذلك لا أثق أن هناك وصول 21 مجرد عملية موظفين وصلوا، لا أكثر ولا أقل، يطلعوا على بعض الملفات. وعملية تصفية انتخابية تريدها إيران وأمريكا، من يريد أن يخرج من الساحة السياسية يخرج أوراقه وانتهت. هذا الأمر ليس إلا فعملية الفساد عملية مترسخة في النظام. النظام هو فاسد نعم. كل النظام السياسي الموجود في العراق هو فاسد ماليا واقتصاديا وشرعيا. يعني هذا الأمر برأيك كل الوجود ألا يهدد التحالف الوطني؟ أبدا ولا يهدد ولا أبدا أبدا. هو تغيير خريطة سياسية للتحالف الوطني لا أكثر ولا أقل. لا يهدد نعم. ولا يغير من خارطة الواقع السياسي العراقي ما لم هناك يكون إجراء حقيقي أمريكي هو الاعتراف بأنها فشلت في احتلال العراق، في إدارة الاحتلال، وتعيد العراق إلى الأمم المتحدة باعتراف على أن ضرورة أن أمريكا تعوض الشعب العراقي عما حدث نتيجة احتلالها. بدون ذلك لا يمكن أي إجراء آخر، لا فساد ولا تغيير انتخابات نعم. ولا غيره، لا يمكن هذا، لا يمكن. هذه ليست حلول. نعم. أستاذ باجد، هناك من يقول أن كل هذه الخلافات ستنتهي مع بدء الانتخابات ويعود التحالف الوطني الحاكم موحدا، بمعنى أنها
يعني مناورة سياسية انتخابية لخداع الناخب، ومن ثم تشكيل تحالف يجمع الأحزاب الشيعية بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة كما حدث في عام 2010. شوف يا سيدي، كما قال الأخ شاهين، يعني واضح أنه اللي يخطط لمثل هكذا مشروع وعودة الفاسدين طبعا إيران ملاليها، وبالاتفاق مع المرجعيات في العراق. نعم، لأنه هذه المرة الرابعة على التوالي هذه المجموعات البائسة الفاسدة تعود وبدعم، وهناك إمكانية، مع أنه الآن نشوف خلاف وعلى أساس أنه هناك قوائم جديدة وتكتلات جديدة وما أعرف إيش، وعلى أساس أنه العباد الآن رايح يضرب بسيف من حديد مدري من خشب مدري من إيش، وهذه المشاريع اللي نسمعها، وعلى أساس أنه يمنع وصول الحشد للسلطة، لأن السلطة تدري الحشد ما عنده طائرات، عنده بس دبابات، فيريد يمتلك الطائرات والدبابات حتى يكون هو القوة الضاربة بالعراق ويضمن الفاسدين اللي راح يجيبوهم للحكم، لأن المالكي وغير المالكي بحاجة إلى هذا الحشد. وهؤلاء الإيرانيين يا سيدي وراء كل هذا المشروع، بالنهاية العبادي كده ميت، قلت المصريين وكده ميت. نعم، واضح. أما الإيرانيين بالنهاية يا سيدي هم من يخططون لهذا المشروع، لا ننظر إلى هذا الذي يجري، أنه هذه الدعايات أنه راح يقسمون، راح بالنهاية أي انتخابات تكون سيعود هؤلاء بدعم من المراجع، وسينضحك على أبناء الشعب العراقي، وأنت شوف خيامه. نعم، شوف الاستعداد، شوف التوجهات الأخيرة، حرب المياه بالوسط والجنوب الآن، عدم وجود مياه وهناك احتمالات صراع. هذه وراءها الأحزاب الشيعية، وهذه راح يروحون بها الفقراء أبنائنا الفلاحين. لأن أكو أموال سرقت من العراق صارت بيد، يعني إشغال الشارع طبعاً. الأموال صارت بيد الكتل السياسية، الكتل السياسية اللي تستثمر بإيران واللي تستثمر بالزراعة بالعراق، قط يعني إقطاع جديد عادلنا. وبدعم من المرجعيات، منو يدفع ثمنها؟ الفلاح الفقير فعلاً ده يدفع ثمنها. لكن اللعبة بالنهاية سياسية يخطط لها الآن بعض الساس الموجودين بالأحزاب الشيعية. على أساس يسوون بلبلة أمام مشاريع العبادي. لكن بالنهاية يا سيدي لا حل أمام الشعب العراقي إلا بكنس هذه العملية السياسية. من جذورها هي ورجالاتها. وهو الحل الوحيد. أستاذ شاهين محمد، يعني استخدام حزب الدعوة صور قتل الجيش والحشد في حملة انتخابية مبكرة في المحافظات الجنوبية، كيف تقرأ هذا الاستغلال لدماء الجيش والحشد من قبل حزب الدعوة الذي هو من أوصل العراق إلى هذه الحالة كما يعني يقول أهالي الجنوب عندما شاهدوا هذه الصور؟ حزب الدعوة ليس جديد بالتأسيس الإرهاب، حزب الدعوة أسس على أساس فكر إرهابي وليس على أساس فكر سياسي، استخدمت المخابرات الإيرانية والبريطانية على أساس عمليات إرهابية في العراق وفي لبنان وفي الكويت. أما استخدامه للصور فهذه عملية سياسية، محاولة تضليل الناس وتضليل الناس وإبعادهم عن الحقائق التي مارسها نفس حزب الدعوة في قيادة حكومات متتالية تابعة للاحتلال، سرق كل خيرات الشعب العراقي وأكد على المحاصصة، عمق الطائفية، حشد الطائفية باستمرار. وعملية بروبوغندا لا أكثر ولا أقل، يعني هاي المشكلة هي التي يمارسها. وهذا أسلوبهم ليس بجديد، لما كانوا خارج السلطة كانوا يمارسون نفس هذه الأعمال، محاولة استغلال بعض المسائل التي تحدث في الداخل العراقي قبل الاحتلال وتصويرها للعالم على أنها جرائم بشعة. هذه هي وسائلهم وهذه هي مصادر ثقافتهم الإرهابية لا أكثر ولا أقل. نعم، أستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك، وشكرا للأستاذ بهجت الكردي الناشط السياسي المستقل. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.